الرحالة حنتوش. أخيرا مستمعي ألف ألف أف أم، جاء موعد حلقتنا الجديدة اللي نكتشف فيها الغرائب والعجائب. رحلتنا اليوم إلى عاصمة الإعلام وصناعة الأفلام، الدولة اللي أخرجت أعظم الأفلام في العالم. اليوم حنروح إلى أمريكا. أخيراً سفرية عدلة. يلا، إذا كنت حاسب إنه الأفلام الأمريكية مجرد أشياء تشوفها في التلفزيون فأنت غلطان، لأن اليوم حتتعرف على حقيقة أمريكا اللي كلها أفلام. حكينا يا حنتوش. بداية بالشعب الأمريكي، الشعب اللي يؤمن بأن الكائنات الفضائية موجودة، ونسبة كبيرة منهم يعتقدون أن الحكومة الأمريكية تخبيهم، وعدد مو قليل كمان يؤمنوا أن الفضائيين يعيشوا بيننا لكن متخفين. الله أنا شاك فيك يا حنتوش، لا تكون فضائي. وكمان معلومة إضافية عن الشعب الأمريكي اللي يعشق نظرية المؤامرة، فلا تستغرب أنه يقول لك سبب وجود هذه الإشارة في هذا الشارع بالتحديد هي مؤامرة من الحكومة. ولا تستغرب كمان إذا قال لك أمريكي أنه خسارة فريقه المفضل مؤامرة من الفضائيين. أنا حاس أنها مؤامرة جايتنا هنا، وحتستمر نظرية المؤامرة حتى على أتفه الأسباب. إيش بلبس هذا يطالع فينا؟ فالأفضل أنك تمشي الفيلم معه. أو زي ما يسوقوا الأمريكيين لدولتهم أنها دولة الحرية، هي فعلا دولة الحرية، لأنه ما في أي قانون يمنعك في أمريكا من أنك تسوق الدبابة الخاصة فيك بتجهيزاتها العسكرية الكاملة، وتقدر تطلق كمان صواريخ. فلا. أو في أمريكا ثلث الشعب الأمريكي يعاني من السمنة المفرطة، وهي أكبر نسبة في العالم. طبيعي جدا، لأن وجود كل أنواع المأكولات اللذيذة حيخليك تمتن يا حبيبي. والله زاد وزني يا حنتوش. وبكذا انتهت رحلتنا في أمريكا. لا تنسوا تدخلوا على هاشتاج أرحل حنتوش في تويتر. نشوفكم في رحلة جديدة. يلا سلام. الرحالة حنتوش برعاية شركة عطلات الوطنية، 20 عاما من الريادة.